تحت شعار ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، احتفل مجمع عبد الله بن عباس لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه والدراسات الأكاديمية بحفظة كتاب الله والبالغ عددهم 8 حافظ. افتتح الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم توالت الكلمات، منها كلمة مدير المجمع الشيخ محمد عبد الله محمد، والذي ناشد الحضور من أولياء الأمور والمعنيين بالأمور الدينية على ضرورة تلبية احتياجات المجتمع. ومن أهدافنا إرشاد التلاميذ بالتمسك بالمبادئ الإسلامية الرفيعة والتخلق بالأخلاق الحميدة ونبذ الطائفية والقبلية والجهوية ومبدأ التعايش السلمي الذي حس عليه الإسلام ودعا إليه رئيس الجمهورية والكوادر الإدارية في الدولة. بينما تحدث بعض المتداخلين عن مكانة حفظة كتاب الله، وناشد آخرون بضرورة الاهتمام بهم، وحث البعض على تطبيق ما تلقوه على أرض الواقع ونشر رسالة السلام والمحبة بين الشعوب. وفي نهاية الحفل وزعت شهادات تقديرية لكل من حفظة كتاب الله وكذلك لممثلي المؤسسات التعليمية الأخرى.